بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل درس SQLite. هنا قمنا بالجزء الأول في SQLite مع الدلفي وكيفية عرض بيانات. الآن سنعمل مثل ما عملنا في ليكزماري فورمز، لأن كل الدروس التي سنعملها بإذن الله في الدلفي هي ما قمنا بها في ليكزمارين أو في الدوت نت سابقا في برمجة الموبايل اسمها ليكزمارين فورمز. في الجزء الثاني أو الجزء الأول من ليكزمارين فورمز، في الجزء الأول نعم، هذه الواجهة عملنا واجهة مثل هذه فيها first name last name وID، ونعمل add ونعمل delete وsearch، وهنا تعرض البيانات، ونفسه في iOS والأندرويد. حاليا ليس لدي جهاز iOS لنجربه على الدلفي، لكن ان شاء الله سيكون هذا لاحقا. كيف عملنا ذلك في ليكزمارين فورمز؟ بعد تثبيت SQL سيرفر SQL لايت كما مثل ما عملنا نحن في الدلفي، انشانا كلاس هنا، عفوا، انشانا هناك كلاس اسمها Data Access، بها مجموعة من ميثودات لاكسي أودوني أي الاتصال بقاعدة البيانات، وهنا موديل اسمه يوزر لأن قاعدة البيانات فيها سجلات الخاصة باليوزر، والعرض سيكون في المين بيج. هل نرى الكود؟ كما تلاحظون هنا كلاس يوزر فيها ID و first name و last name، وأيضا كلاس دو كونيكسيون، هذه كلاس سميناها داتا بيز اكسس، فيها مجموعة من التعليمات، إذا كانت أندرويد قم بهذا، إذا كان iOS قم بهذا، وفي الأخير هناك ميثودات لأنسرت وديليت، ونرسل له أوبجكت وهو يقوم بإضافة مباشرة إلى قاعدة البيانات، أو ديليت نرسل له أوبجكت وفي هذا الأوبجكت هناك ID تتبعا للID، هذاك الID يحذفه من قاعدة البيانات. إذن هذا هو ليكزمارين فورمز، هكذا يشتغل، واستعملنا مكون في ليكزمارين فورمز للتخاطب مع قاعدة البيانات. الآن بالدلفي حضرت الواجهة كما تلاحظون، هنا لابل ولابل ثانية، وضعتهم في layout رقم واحد، وعملت layout top. التخطيط سيكون له درس خاص بالتخطيط وانواع اللياوت الموجوده، لان في ليكزمارين فورمز هناك ستاك بانل او ستاك لياوت، هنا ريلاتيف لياوت، هناك مجموعه، وهناك درس موجود في ليكزمارين فورمز حول التخطيط. لم يبقى الا فليكس لياوت، لم نتطرق اليه في ليكزمارين فورمز، سيكون درس ايضا مقابل لهذا الشيء في الدلفي ان شاء الله، ونتكلم على كيفيه ترتيب او تقسيم الصفحه وتنظيمها لكي تكون ريسبونسيف او تشتغل على كل الانظمه التشغيل iOS اندرويد وويندوز بدون تبعثر او تداخل المكونات. هذا عن التخطيط، لكن هنا درس سنكمل على SQL لايت. عملت layout ثاني به label first name و text كما تلاحظون هنا client، وايضا نفس الشيء هنا، وزر إضافة فقط، وتكس إيديت تكس بوكس أو إيديت أخرى هنا، وسترين جريد وضعته في الأسفل ويأخذ كل المساحة المتبقية مع زر ديليت وسيرش. الهدف في هذا المثال هو إنشاء كلاس دو كونيكسيون. أولا كلاس دو كونيكسيون هي كلاس أو ملف به مجموعة من الميثودات، الميثود تسمح لي بالاتصال بقاعدة بيانات SQLite، ميثود او فانكشن او بروسيدير، لان في الدلفي نتكلم على فانكشن وبروسيدير لان نقول ميثود. اذا فانكشن تقوم بالاتصال، فانكشن تقوم بعمليه سيلكت اول او اعطاء جميع قائمه او وير وفق شرط معين، سنقوم بكل هذا ان شاء الله بالترتيب، وايضا تعليمات الاضافه والحذف كالعاده. حضرت في السجلات هنا او المجلدات داتابيس نضع فيه قاعده بيانات، وفي نفس الوقت سنضع فيه كلاس دو كونيكسيون اللي هي داتابيس اكسس. من المفروض هي او ليس من المفروض او انا احب ان اعمل كلاس بومباس، ملف بومباس فقط، لكن استعملت داتا موديل لغرض ثاني، وهو انني وجدت ان في الدلفي
يطلبون من مبرمجين دلفي إضافة مكونين أساسيين لتعامل مع الفاير داك. المكون الأول الخاص بوايت كيرسر الذي عندما تشغل قاعدة بيانات وتكون فيها مدة يظهر الوايت. و SQL درايفر هنا هذا الخاص ب إذا ما كنا بالSQLite نضيف SQLite، إذا كان نعمل FD my access my SQL. هنا كل الدرايفر الخاصين بالقواعد البيانات معروفة، إذا نضيف المكون الخاص بهم. هنا سنعمل SQLite ونعمل الوايت الخاص به. شكرا لرؤوف لشرحه الوايت، وشكرا لسامي الذي أعطاني شرح لهذا المكون هو الخاص بالدرايفر. إذا نضيف هذا المكونين هنا في الداتا موديل، وفي الكود كوتي بيهايند أو الكود سورس للداتا موديل سنعمل هنا إن كلاس دو كونيكسيون. قبل ذلك نذهب إلى SQL لايت وحضرت قاعدة بيانات مثل ما عملنا في الدرس الأول، وفيها يوزر جدول به يوزر وبه ID first name last name. هنا وضعت فيه أيضا دوني، وضعت فيه سجلات كما تلاحظون سجلات سطرين فقط. أوكي نبدأ الآن. قبل إضافة الكلاس هنا انتهينا من تحضير الداتابيس، وضعنا داتا موديول به مكونين كما ذكرت سابقا والسورس فارغ لحد الآن. الآن ننشئ موديل. هنا ستقولون لماذا يبرمج بهذا الشكل. الهدف الأساسي هنا أننا نعمل برمجة شيئية، لأننا إذا تحولنا إلى جافا أو تحولنا إلى سي شارب لا تكون هناك متاهات ونعمل نفس الشيء، سواء في جافا سكريبت، جافا جيكويري، تايب سكريبت، خاصة تايب سكريبت لأن جافا سكريبت وجيكويري شيئين مختلفين ليس به الأو بي بشكل صحيح. لكن عندما نعمل جافا أو سي شارب ونعمل بالدلفي على الأقل تكون هنا عندنا نظرة كمبرمج OOP، كمبرمجة شيئية ليس فقط دلفي وسحب مكونات. منذ بداية قناة وأنا أتحدث على هذا الأمر، أن القناة مخصصة ليس للمبتدئين من الصفر، ولكن للناس التي تعرف الدلفي وتنقصها البرمجة الشيئية. لذلك سنركز دائما على البرمجة الشيئية في القناة لأنها مهمة جدا ومستعملة. وحين التحول من الدلفي إلى الدوت نت أو العكس من الدوت نت إلى الدلفي على الأقل، أو يكون هناك جروب أو فريق مختلط به مبرمج دلفي ودوت نت، لأن المشاريع تختلف ويطلب منا مساعدة فريق للدوت نت في عمل شهر أو شهرين. هنا لا تجد نفسك أنك ملزم بسحب المكونات ووضعها على الداتا موديل وعمل الكونكسيو مع التابل وSQL لا تعمل مع الكويري، لا تتعامل مع الليركات SQL. هنا سنركز على البرمجة الشيئية. لذلك هنا عندنا موديل والفي موديل، وربما أيضا سنتكلم عن MVVM، لكن لحد الآن سنعمل أمثلة بسيطة فقط. موديل، وفي دروسي السابقة تحدث كثيرا عن الكلاس موديل وهي User Pompas. إذا هي نفس الشيء، كلاس User تي كلاس فيها ID first name last name خصائص، وفيها setter getter كمان عادي، كلاس عادي فيها first name last name وكلاس موديل نسميها كلاس موديل. الهدف هو اتصال بقاعدة البيانات، جلب البيانات، وضعها في ليست من شكل تي يوزر، ثم عرضها في string read. هذا هو الهدف. كيف نقوم بذلك؟ نذهب الى الباس اللي هو الداتا موديل، وحضرت الكود. لذلك سننشئ اولا فونكسيون للاتصال بقاعدة البيانات SQLite، سميتها SQL connection ونعرفها في البريفايت لانها بريفي داخلية فقط. ونذهب هنا الى الكود وعفوا implementation، وهنا قلت
قلت له ان اس كيو ال كونيكسيون هي فونكسيون ترجع لنا تي اف دي كونيكسيون الفاير داك، مكون الفاير داك الخاص بالكونيكسيون. عندي كلاس في الادو استعملت ادو سابقا، تجدون استعملت ادو كونيكسيون، هنا نفس الشيء لكن خاصه بالفاير داك. وهنا باث المسار الذي سيحمل قاعده البيانات، هنا كونست اسم كونست ساضع فيه اسم قاعده البيانات فقط، سميتها اس كيو ال لايت ديمو، تفعلون كما تريدون. وقلت له اذا كان ما نفس درس الام بي 3 كان اذا تذكرتم اننا اذا كان ويندوز خذ المسار من شيء معين، واذا كان اندرويد او غيره موبايل خذ المسار من مكان معين. اذا سياخذ المسار زائد هذا الملف والمسار الثاني زائد هذا الملف ويعمل كونيكسيون كرييت سيلف. اذا في الريزلت هنا الريزلت سيخلق او ينشا اوبجكت من نوع تي اف دي كونيكشن سيلف، سيضاف يعني من اب الاب تاعه هو داتا موديل، واد بارام ونضيف له المسار عن طريق خاصيه داتابيز ودرايفر اللي هو اس كيو ال لايت وبرومبت اعمله فولس واقول له افتح الاتصال. هنا قام بالاتصال ب هذه الاركات او هذه الفونكسيون او الميثود تسمح لي بالاتصال بقاعده البيانات التي تسمى اس كيو ال لايت ديمو دي بي وفتح الاتصال فقط. هذا حسب المسار ياتي اذا كان ويندوز او اندرويد. لا ننسى ايضا هنا ديبلويمون ضروري جدا عند التعامل مع الاندرويد لبروجيكت ديبلويمون. هنا تجدون انه وضع مسار قاعده البيانات عندما نعمل اندرويد. سنتكلم عنها عندما نعمل اندرويد، هنا سنترك في الويندوز اولا ثم نتكلم عنها ان شاء الله. انتهينا من كلاس دو كونيكسيون. الان ساتي بميثود اخرى وهي فونكسيون اخرى تكون بيبليك لاننا سنتصل بها من الخارج من ليزينيتي دوت انيتي، وهي التي تقوم بالاتصال بقاعده البيانات وملء. اذا get user list هي من نوع t list ليوزر، user هي قائمه من الاوبجي موديل اللي هو يوزر من لا كلاس يوزر، ثم مجموعه من اوبجكت في قائمه. هنا صرحت ب t user my user و query، قلت له الريزلت اللي هي الريتيرن للميثود تكون من نوع بطبيعه الحال هي تي يوزر و كرييت ينشئها في الذاكره، ثم كويري كرييت كويري كونكشن يربطه مع من؟ مع اس كيو ال كونكشن. اذا هنا سنربطه مع الريزلت التي احضرناها من هنا، يقوم بالاتصال ويربط الكويري سيرتبط هنا بهذا الاتصال، ثم ينفذ تعليمات اس كيو ال اللي هي select اطوال from user لان قاعدة البيانات قلنا انها user، اذا سيعمل هكذا select all، وبعدها يعمل open وثم يعمل بوكل الى جميع حلقة تكرارية الى جميع السجلات ويقول سجل سجل ينشئ object من نوع user، ومباشرة بعد انشائه يضيفه الى result add، انشاء object يضيفه الى add انشاء add ويعمل next بطبيعة الحال next add next add next add حتى تملأ هذه الليست بجميع السجلات، ثم الكونكشن نقفل الكونكشن ونعمل free لبري هذا الأوبجكت اللي هو الكونكشن ونعمل close للكويري ونعمل free لبري الكويري. إذا الآن كيفية الاتصال ب أو عرض هذه النتيجة، إذا كيف ننادها في النافذة الخاصة بنا. هناك مكون اسمه بروتوكول بايندينغ سورس نضعه في النافذة، ننقر عليه ب زر الأيمن ونعمل له نريد أن يعمل مع string grid عرض كل السجلات. اوكي، ثم نذهب إلى الخاصية create adapter وننقل هذا الكود.
عدلت الكود، اسرعت لانه لم يبقى الوقت. اذا هنا ليست انشات اوبجكت ليست كرييت، ثم ناديت الميثود الموجوده في الداتا